الإخوة ديما يحاولوا أنهم يتعايشوا مع بعضهم أراهم بعض الاختلافات اللي تصير بين الإخوة عملا ديما بقاعدة الصغير يطيح للكبير. المهم أنه العلاقات ترجع وما فما حتى مشكلة بين الإخوة، لكن الليلة الكبير جاي يطيح للصغير وبش يعبر له على أخطائه وعلى أسفه. ما تقلبتش الدنيا؟ لا، لأنه يحدث في بعض الأحيان أنه الكبير يطيح للصغير. على كل مباشرة نستقبله خالتي عيدة. أهلاً خالتي عيدة. عسلم. سطر عليك ورد بالك واحدة واحدة. أهلاً خالتي عيدة. عسلم. شنو أحوالك يا؟ عايش. هيا مدام. تفضل خالتي عيدة. تفضل. مرحبا بك خالتي عيدة. بك أكثر. خالتي عيدة 46 سنة. أي نعم. أي نعم. مرحبا بك يلا قبل ما نتعرف عليك بالكدا هات نشوفوا حكايتك من خلال هذا التقرير الطبي. هذه عيدة. في حياة عيدة خمس أخوات. لكن محبتها لخوها سفيان كانت وما زالت كبيرة. هي عمرها 46 سنة وهو قريب يعمل 30. سفيان تولد عام 80 وقت اللي هو في كرش أمه توفى أبوه، ومن اللي عمره 40 يوم أخذته عيدة وربيته وكبرته حتى اللي نوصل للجامعة. وحب عيدة لسفيان كبر مع الأيام ونسيها في أنها هي ما جابتش صغار بعد ثلاثة تجارب زواج. آخر مرة تزوجت فيها عيدة كان في 2004، وقتها كانت تجارتها ناجحة وربي عطاها خيره، وكانت عيدة تتمنى أنه بالعرس هذا تزيد تتهنى، لكن بعد العرس صارت مشاكل بينها وبين رجلها، والنتيجة عيدة خسرت كل شيء حتى الفلوس اللي مخبيتهم لسفيان. سفيان تأثر وتغشش على أخته اللي حطت ثقتها في شخص ضر العائلة الكل، ومن 2004 اقسات القلوب وبردت المشاعر بيناتهم. وحتى كيف تحكي معاه ولا تناديله سفيان ديما يدور وجهه وميجاوبهاش. عيدة اليوم مطلقة ونادمة برشا بعد ما خسرت فلوسها وخايفة لتزيد تخسر خوها. اليوم عيدة وسفيان يسكنوا فرد دار، لكن المحبة بيناتهم نقصت والمشاعر بردت. والليلة عيدة جاية تستدعى خوها سفيان وتطلب منه أن يسامحها ويرجع معها العلاقات. عيدة تحب ترجع تحكي مع سفيان على خاطرها تعزه وما تحبش شوية مشاكل تفرقهم. عيدة. نعم. يدور لي خذيت برشا مرات ها؟ نعم. آخرها عرسك الأخرين. احكي لي بعض التفاصيل. يذر لي كان زواج فاشل 100%. يذر لي ايه. احكي لي كيف خذيت زوز رجال اول مره، وبعد معناها فرغ المكتوب طلقتهم، بعد زيد خذيت هذايا معناها ثاني. سامحني. نعم. طلقتهم ولا طلقوك؟ لا انا قدمت قضيه في الزوز. انت طلقت كل مره ايه. في ثلاثه مرات طلقت ثلاثه رجال الكل. ايه. ايه الاولاني علاش مشات الامور يا خالتي عيده شفهم؟ الاول كتب عليه صداق ومشى ليبي قعد عامين. ايه. قدمت فيه هنا قضية في الطلاق معناها غيابي. باه واضح. والثاني خالتي عيد. والثاني ما زدت ما تفهمتش شنويه. فيش؟ ما تفهمتش شنويه. ايه. وبعد قعدنا ثلاثة شهور بعد اللي كتب عليه صداق طلقنا. طلقت. والثالث الأخراني هذا. الثالث الأخراني خليته بعد ما طلقت معناها ب 12 سنة ولا قداش. في بالي معناها معناها باش نتعاون أنا وياه ونمشي أنا وياه البنقردان ونجيبوا طرف سلعة. أيه. واحد ما ظهر معناها يلوج على الفلوس وهز لي فلوسي حول بي السوسه. أيه. وسكن بي في حي الرياض. أيه. وكاري انا دار خلص فيها انا بفلوسي، وسفيان يقرا في الجامعه. أيه. يخفى البورس ويخلص معايا في الكراء. أيه. وهو اعطيته اول مره اعطيته 600. أيه. قال لي باش نعمل بها نصبه صغيره كل شيء اعطيته ونخلصنا في الكراء ونصرف. أيه. ما فهمنيش صحة سفيان، قال لي شد الجامعه نتاعو ما عادش يجي. أيه. ولا يعمل لي في المشاكل. هذا على اساس اي على اساس. أيه. معناها انا ما نكذبش عليك، كذبت عليه قلت له عندي 40 مليون هذاك علاش كتب عليه صداق معناها في ال 11 ونص ثاني. يا خالتي عيد العمله اللي عامل. أيه. وانت قداش عندك خالتي عيد؟ عندي زوز ملايين و600. حسنا خالتي عيد بربي حيوه على صراحه هذا مسكين. يا عيد وعلى هيك كذا بقول عندي 40 مليون وانت كسبت كذوب. ايه هو شد مصايب قلت له 40 مليون سي على شد في مصايب. مش الرابط كله عندي 100. لا مازلت باش نكمل الرابع وزيد نقول له كيما كيك. وعلى هيك؟ توا الرابع باش مالي يطلب منه النفقه. ها مال نقعدش انا ثلاثه رجال من غير نفقه. زين خلينا نكمل الرابع هذاك هو.
بقوى قلبك. أما ما عندك زهرة مع الرجال؟ لا شيء. شيء. ها شيء. ما عنديش زهرة حتى مع. أنت مزواجة خالتي عيدة. نعم. تعرف برشا مزواجة. هلا غال. ها؟ هلا غال. وهذوما حبيتهم الثلاثة ولا ما حبيتهمش؟ لا الثاني حبيته أما هذايا لا. والأولاني شبيك ناسي الأول أنت؟ لا الأولاني أنا زادة ما حبيتوش. ما حبيتوش، والثاني ما حبيتوش؟ لا الثاني حبيته. حبيته. خالتي عيدة. نعم. إيش دخل خوك سفيان في الحكاية؟ هذا اللي فهمته. سفيان خويا من الأم. إيه. وخلاه باي ومعناها عمره شهرين في كرش أمه. إيه. كي معناها ولدات وحبت باش تعطيه الخالي. إيه. هزيته أنا من عندها، ما سقطتليش فيه، ما كتبتليش، أما هزيته أنا من عندها. إيه. قعدت معناها لين كبر وقريته كل شيء وربيته، معناها ولدي، الناس كل تعرفه ولدي، من تعرفوش خويا. إيه. وصلته اللي معناها للباك وبعد يقرا في الجامعه. ايه. وعلى اساس معناها شويه فلوس هذوما كانت عندي كهرباء، كنت برميه ونمشي للبنقردان ونجيب في السلعه. اي نعم، ونتاجر ونبيع ونهز في الركاب كريات واحد. شو؟ نهز في العباد معناها. مع البضاعه نتاع التجاره. ايه. نهز فيهم كريات. فهمت؟ صح. كي معناها تعرفت على الراجل هذا وخذيته. معناها هز لي الفلوس هذيا. بعد ما اتطلقنا اول مره اعطيته 600 متزاد كتب عليه صداق. شو 600؟ شو 600؟ لا لا 600,000 اول مره، لكني أيه. بعد هز لي 1.5 مليون بعد الطلاق. أيه. فهمت؟ أيوة. هذوك 1.5 مليون تاعين معناها تاعيني كانوا في كرني تاع سفيان. أيه. وجبتهم قلت لسفيان اعطيهم لي، جبدهم من البوسطه واعطاهم لي. أيه. كي دار بيا وقال لي نرجع لبعضنا وكل شيء وفك علينا. أيه. تو تهنى على 40 مليون ما فهمش وقت اللي خلع لي صندوق ولقى الكرني فيه. اسمه خاف الكرني. فهمت؟ خلع لي الصندوق. اسمه خاف الكرني، قول لي لقاه 10,000. مش حس لقاه 10,000. ما وش حس؟ هذا وقت اللي كاتب عليه صداق، خلع الصندوق وهز لي 10,000 وهز لي براسلي وهز لي سلسله. ايه. جيتنا عندي 100 حشاك في القصرين، مشيت نعزي فيه وجيت نلقى الصندوق مخلوع ونلقى الفلوس معناها اللي 2,600,000 والكرني وعندي حجج وراق واحد معناها متبدلي مسرورينك اللي في محرمك 2,600,000 عندي بنت خالي قاعده عندي. قلت لها شكون خلع لي الصندوق؟ انا نلقى شكالك لك حلم طيش. قلت شكون خلع لي؟ قالت لي راجلك هو قاعد في البيت. كلمته قلت له اسمع شكون خلع لي الصندوق؟ قال لي خاطيني انا ما خلعتلكش. جيت نعد في الفلوس لقيت كل 100 مهزوزه 20 دينار، كل 100 مهزوزه منها 20,000. ما تفيقش. باش ما نفيقش. أيه. اما انا السر معناها كيما مش كيما سريتها، الصندوق مخلوع معناها السرين حبس السكر. صحته، قعد يتشحط فيا تو كاتب عليه صداق، عنده 3 أيام اللي كتب عليه صداق. أيه. معناها متهنى على الكرني. أيه. تو سي وحل في صداق، ما عادش يتسلك. أيه. استخلف ربي وسكت. قال لي هاي نمشي نحاولوا السوسه، مو شافك الفلوسة اللي هز منها وعندي 1,500,000 خاطين، معناها 1.5 مليون بايعه به الكهرباء انا، معناها باي من الكهرباء. كي حول بي السوسه مشى سفيان ما وجهوه السوسه يقرا. ونجح في الباك وجهوه السوسه وقال لي نمشي نحاولوا غاديك ونمشي معناها نخدموا غادي ونعملوا نصبه وكل شيء. مشينا عملنا لي المشاكل في سوس ونهزني غاديك تطرف عليا عرف اللي ما ثم حتى شيء. قعد عمل لي المشاكل، عملت تليفون لخويا. قلت له اجا معناها روح بيا. كي مشيت هزيت زوز كراهب معبين بالدبشق وجبت كرهبه واحد يهز لي معناها في الدبش ويبيع فيه. ويبيع فيه. معون وكدبش بنقردين تعرف زور الدوبل. انا حسب اللي فهمته دخل سفيان في الحكايه انه سفيان ضد انك تاخذ الراجل الاخراني هذايا ويظهر لي حملك مسؤوليه ضيعان هالفلوس هذه. اي حاله اي معناها كل حقدان سفيان على خاطر الفلوس هذه معناها اللي انا اعطيتها للراجل بعد ما اتطلقنا، زاد دار بيا. اي. بعد ما اتطلقنا. وهاتي نعملوا نصبه ونمشي نواياك البنقردان وندبروا روسنا وكل شيء ونرجع لبعضنا. معناها كل انسان تتعدى عليه في الدنيا. يعني اللي فهمته سامحني حتى الخصه ربما الحكايه. أيه. انه سفيان كان ضد زواجك، هذا اللي فهمته، ضد زواجك بالسيد هذايا. ايه. ها؟ وانه فما فلوس اتهزت. ايه. والراجل معناتها كيفاش يقولوها ضحك عليك ونحالك فلوسك. ايه. هذا هو. انت الليله تحب تجيب سفيان. ايه. ايش باش تقول؟ علاش؟
سفيان باش نتسامح انا وياه ونقول له معناها اللي مشى شعلنا فيه. أيوة. فهمت، وكل شيء يتعوض، معناها والانسان راه ما عادش يتعوض، معناها الفلوس تتعوض، لكن العبد هو مربياته ولدي وقريته وصلته للجامعه. على كل ان شاء الله نتمكن لينا من انه نجيبوا لك خوك سفيان، وتنجم الليله ان شاء الله تطلب منه سماح في برنامج عندي. ما قلت باهي خالتي عيده تحب الليله تستدعى اخوها، اخوها ما تغشش عليها، اخوها كان ضد انها تتزوج زوجها الاخراني، وكان يلومها على هذايا، كان يلومها ايضا على الفلوس اللي ضاعت. في نهايه الامر خالتي عيده تحب الليله تطلب السماح من اخوها اللي هو متغشش عليها واللي هو مقطعها من مده. على كل اللحظات الحاسمه مع زميله سميره المقرون، و نشوفوا شكون بحذاها. سميرة مساء الخير. مساء الخير علي. مساء بحذايا سفيان الحريزي. مرحبا بك سفيان. مرحبا بك. حسب حديثي معاك عرفت لي انت اصلك من القاصرين وتو تعيش في سوسة خاطرك تقرا غادي في الجامعة. شنو اختصاصك في الجامعة؟ استوار تاريخ. تقرا تاريخ؟ معناها تحب تولي استاذ تاريخ؟ ولا اكثر من هكا؟ استاذ تاريخ ولا ماذا بيا نكمل اكثر؟ من بعد شنو تولي؟ دكتور. شنو فيه التاريخ؟ شنو تولي مؤرخ؟ مثلا مؤرخ تولي انت تسجل التاريخ. بالطبيعه. باهي سفيان، نعرفش فما شكون مستدعيك حاب يقول لك حاجه. ما عندكش فكره انت؟ لا ما عنديش حتى فكره. باهي ما نذهبش خليك، تفضل بحذا زميلي علي، تفضل معي. مرحبا بك خويا تفضل. مرحبا بك في برنامج عندي ما نقول لك. سفيان مرحبا بك في برنامج عندي ما نقول لك. قول لي سفيان، عندكش فكره شكون ينجم يكون استدعاك في برنامج عندي ما نقول لك؟ لا علاقاتي طيبه مع الناس الكل. ما عندكش مشكله مع حتى واحد؟ ما عنديش حتى بروبليم، ممكن شويه خلافات. عاملش عامل يا خي. لا لا بالكل بالكل. طيب قدم لك مجموعه من المؤشرات حتى ربما تاخذ فكره شكون اللي ينجم يكون طالبك في برنامج عندي ما نقول لك. شوفوا معايا المؤشر رقم واحد. طب يا سفيان زعما الهديه ديما عربون المحبه؟ لا. ها؟ لا. الهديه؟ مش ديما عربون المحبه. مش ديما. مش صحيح. نمشي مباشره للمؤشر رقم اثنين. طب يا سفيان اللي ما يفقكش الراي زعما يكرهك؟ لا ما يكرهنيش. مش بشرطه؟ لا. قربوا لكش هزوز مؤشرات شكون ينجم يكون خلف الستار هذايا مستدعيك؟ لا. المؤشر الاخير ربما سهل عليك. طب يا سفيان عاقبوا انسان على غلطه عاقبته على هالدنيا؟ ها؟ مستحيل. ما نجموش نعاقبوا انسان؟ لا لا. واحد يسامح معناتها يلزم يسامح. هذا هو. باقي شيء ما تعرفش شكون؟ ها؟ لا. قل ما عندك حتى فكره؟ ما عنديش حتى فكرة. شوف شكون طالبك في برنامج عندي ما نقول لك سيدي. أنت وستيب. أختي. أختي ووالدتي. أختك؟ ووالدتي. وأمك. علاش؟ زعم علاش؟ جابتك البرنامج عندي ما نقول لك. ممكن ماش نحب نكلمها عندي مدة. ها؟ ممكن متغشش عليها على حاجة عملتها. غلطة عملتها يعني. رجلها الاخرين يدور لي لعب به. اي صحيح. وبفلوسها زاد. اه. وبفلوسك انت زاد. بالطبيعة. انت كنت ضد الرجل هذا في انه تاخذ اختك؟ أول مرة ما كنتش ضد، وفي بالي معناتها باش يستقر بها وكل شيء، ومن بعد كي معناتها تأكدت وقتي هزنا معناتها السوسة أنا أول عام خذيت فيه البكالوريا. أيوة. في بالي هكا خذيت يعني البورصة والدفعة. أيوة. في بالي كريت، قال لي كري معانا هو. أيوة. وثقت هالراي باش نسكن معاه. أيوة. يا أخي هو من بعد صحتني قال لي باش يشد المبيت نتاعو، وبدا يضرب فيها كل يوم ونجي ثم، قال لي ما عادش يجي لهنا. أيوة. وما بيتنا فاتني وقتها التاريخ نتاعو فاتني، و معناها راسكي بحذا صحابي ولاد صحابي.
باش تسكن وتقرا باش نسكن ونقرا حتى لين جاتني الدفعه الاخرى وليت نسكن معناتها مع اولاد كريت معاهم وعاونوني وهو معناتها عمل فينا في السوس هذا يضرب فيها ما قعدتش معها ثلاثة شهور وروحت. روحت. على كل اختك اللي عندها ما تقول لك اسمعها. يلا. اش عندك ما تقول يا عيدة؟ نعم. اش عندك ما تقول؟ تفضل. باش نقول له نتسامح انا وياك ومعناها واللي مشى ما يهمناش فيه الفلوس والعبد خير من معناها من الدنيا كله خير من الوسخ الدنيا. خاطر هو معناها عنده عامين معناها ساكن معايا في الدار وكل شيء لكني ما يكلمنيش يتلفت غادي حتى نتحمله في عيد ولا في حاجه ما يكلمنيش المهم ديما متلفت غاديك. ما حبش يسامحني خلاص. ما تنساش انا قعدت لي معناها انا اكبر منه وامه مربياته. ايوه اي صحيح مربيتني ما تنساش انا قعدت لي عقده معناتها الحكايه دي. شنو هي اللي خاطت لك عقده؟ معناتها اني اول عام عندي في الكونت فلوس جبت اعطيتها لها ما قالتليش باش نعطيها للراجل هذا اللي خلاني. اعطيتها فلوس انت؟ اه وهي نتاعها جبتها لها. اي كنت بس قالت لي كمل بها قرايتك كذا وقت اللي كنت مصداق بعد ما هذا هو جملة الفلوس اللي تهزها. بعد ما طلقت يعني مازال هو انا اقول لها باش نرجع وهكا وهكا قالت لي اعطيني المبلغ باش نمشي نتاجر به جبته لها قلت لها خلينا نكمل نقرا به. وما عنديش وبقيت ناقص في الكراء وما عنديش هي سامحني رينيتها صافيه في بالها بالفليسات هذوك باش تجر بهم وباش تولدهم باش يجيبوا فلوس لكن هي مع رجلها. ما قالتليش باش نعطيهم له هو معناتها بعد ما لا هي نيتها انها باش ما هي ما كانتش تحب تغر بيك هي نيتها انها بالفليسات هذوك بتجر مع رجلها مش لكن واحد غريب وباش ترجعهم لك هي طلقات وهو قاعد يدور بها باش نرجع ربعنا باش نرجع اعطاته تضحك عليها عاد انت تفهم عاد انت تبارك الله عاد انت تعرف شرب لها مخها الراجل ولهفلها الفليسات تزيد انت مش تعقبها من فوقها مش حتى من بش حتى من بشها بحولها متفقين هذا دليل على انه العب بها مسكين صحيح هي خسرت فلوس تحبها تكمل تخسر خوها ولدها انت قلت هذه امي واختي هي مربيتني صحيح من عمري شهرين هي قداش تقعد تعاقب فيها انت عندها عميد ولا لا مانيش اما هكا عقده وبرا مانيش معقد وقتاش ما يصفي قلبك انت وتكبر قلبك لا مصفي قلبي عليها عندك استعداد معناتها انت شنو ما هو مليون وستين ما نكرهاش انا مش صفي قلبك مش كره شو مانيش في عندي ما نقول لك لما جاني للكره استعمال تحب الوالده ماخذة اربعه حتى هي قالت تحب تكمل الرابع رجعنا للرجال توا والاطلاق يا خالتي عيده نعم ناوي على الرابع هي مادام يخطبوني خنبطل سي علاء بربي لا عاد ما جيش منه عاد شنو هذا؟ ما شافتش يعني ما شافتش قلت مادام الوالده ماخذه اربعه حتى لازم ناخذ اربعه نعم سفيان خليها هي مقبلة على الحياة. تحب تعرس خلي تعرس يا خويا. نورمال. ودي ربك على جايزتك رد بالك على جيبك خليها هي تعرس. مستحيل ما عادش نحصل. أيوا ما عادش نحصل أنا صافي قلبك معها هذا. ها؟ أوكي. إجا بعدها يا سيدي. هاي يا سيدي سفيان. خالتي عيدة. نعم. أقف يا خالتي عيدة. ها؟ سفيان أختك جات البرنامج عندي ما نقول لك غلطت في حقك. فلوسك وفلوسها مشاو. ما قعدت حتى شيء ها اللي باش يقعد في العمليه كله مش فلوس اللي باش يقعد هو المحبه اللي بيناتكم نسالك سؤال قلوبكم صافيه هيك هو المهم ترجع معها كما كنت قبل ما نقولش تسكن معها انت تقرا على روحك تسكن في فوي لكن تحب اختك وتتزاور انت وياها وتكلمها وتحكي معها يفتح هذا الستار ولا يا صوفيا؟ بالطبيعه يفتح يفتح الستار يفتح الستار فيقعد تفضلوا تفضل عايدة نعم صوفيا نعم جاورك عاد راك ها منظمين منظمين حياتها هي حرة فيها نعم حياتك انت حر فيها لكن هذيك تقعد اختك ها بالطبيعة تحية كبيرة لهم ويعطيهم الصحة قلت ان شاء الله بدهم توائم عاد يا حبيبي نشكرك انت ونشكر الجمهور ايه فهمت ونشكرك انت الشكر كبير ليك انت عندي حويجة اما الراجل الرابع مش ناخذ والله يجيك مش نسالك ما خذيتهم هكا هو
ونعمل تصدير وكل شيء. نقول حاجة؟ نقول حاجة؟ قول على روحك. يعطيك القوة. أي عيد أي عايش. أي العيد أي العيد تفضل. بارك الله فيك. تحل الستار بين سفيان وعيدة، بين زوز أخوة كانوا مختلفين، كل واحد حياته هما علاش اختلفوا في نهايه الامر؟ لانه كل واحد دخل في حياه الاخر ولو عن حسن نيه او عن سوء نيه في نهايه الامر. على كل الليله تحل الستار، رجعوا زوز اخوه لبعضهم، وهذا هدف من اهداف برنامج عندي ما نقول لك، ومشاهده طيبه للجميع.